طيب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما حضرتك قلت كده، أيام الجاهلية كان في وأد البنات، صحيح وأي حد النهاردة بيجي له بنت بالنسبة له ده مصيبة وعار، ويعني صحيح قدام الناس وقدام القوم والكلام ده حاجة كده تكسف زي ما بنقول يعني، فيروح دفنها، وسبحان الله يعني مشهد صعب جدا جدا. جدا والله يا دكتور. وده معناه بالفعل إن نظرة الناس دي للمرأة أو للبنت إن هي عار أو مصيبة، ده في حد ذاته يعني، صحيح وفي حين أنا مندهش إن هو الراجل ده أصلا اللي جابت واحدة ست يعني، وإذا كان هو كمان عايز يكون عنده أولاد برضه هيجيب أولاد أكيد متجوز واحدة ست، فيكون بيشعر بهذا الكم من الغباء والحقد صحيح اتجاه البنت أو الستات عموما، ده شيء صعب جدا. طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخلنا بقى الإسلام خلاص، وحضرتك قلت إيه الموضوع خدناه تدريجي واحدة واحدة، والموضوع بدأ يختلف تماما، إيه اللي حصل بعد كده؟ يبدأ بقى سيدنا يا دكتور بعد ما يقول النساء شقائق الرجال، تمام تنزل الآية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. طيب يبدأ ربنا يعدل المايند سيت بتاع البشرية تمام بعد ما كانوا شايفينها مش إنسان أصلا، قال طيب لك لا ده زيها زيك. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. جميل بعد كده يبدأ بقى سيدنا بعد ما علاها خلاها زيها زي الراجل، تمام يبدأ بقى دلوقتي يديها قيمة في المجتمع. يبدأ صلى الله عليه وآله وسلم عليه يقول الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عليه يبدأ الصلاة يرفع والسلام المرأة في المجتمع أيا كان طبقتها المجتمعية، يقف يقول صلى الله عليه وآله وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أبيك أدي الأم. أيوه يجي عند الزوجة يقولوا له يا رسول الله أي الناس أحب إليك، فيقول عائشة ده رقم واحد، مراتي ما قالش حتى يعني مراتي. اللي هو أصلا طب لا وستنا خديجة نلها من تعظيم سيدنا عليه الصلاة أيوه والسلام، يقول أو في الدنيا مثل خديجة. ستنا زينب يقول أطولهن يدا، يعني أكتر حد بيدي كريمة صدقة. ستنا حفصة يقول صوامة قوامة. الله وبعدين تحصل حاجة غريبة جدا يا دكتور، مم. السنة ودي لحد اللحظة دي السنة في ديننا إن لما حد يدخل علينا من بره ما نقوملهوش، لما حد يجي يدخل من بره يقعد ونكمل كلامنا نقعد، الا البنت. تخيل يا دكتور ايه اللي يحصل؟ تدخل ستنا فاطمه عليها سلام الله عليهم على جميعا سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، اول ما يشوفها يقوم لها. الوحيده يا الله اللي يقوم لها من المجلس هي ستنا فاطمه وكل بناته طبعا، الله بس احنا عشان ستنا فاطمه ايوه اكتر حد تروى عنه، يقوم ويقبلها بين عينيها ويمسكها من ايديها ويقعدها مكانه ويبص للصحابه يقول لهم من كانت له ثلاث بنات فيكرمهن ويرحمهن ويؤدبهن. يؤدبهن مش أيوة. معناها التأديب، يربيهم يعني التأديب معناه التعليم. المدرس في اللغة العربية اسمه مؤدب، تمام فالتأديب هنا التعليم، يعني ضمنها حق التعليم. ايوه يعني الأب اللي مش بيعلم بناته هو قادر مقصر آثم عند الله تبارك وتعالى، آثم. تمام ويؤدبهن ولا يفضل ولده عليهن وجبت له الجنة.